السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم قناه عمر في فيديو جديد. المهم الخوت اليوم الفيديو ما يكونش على الحمام، المهم غيكون استفتاء على المباراه ديال المغرب والنظير ديال ناميبيا، وغنخرجوا نسولوا الناس شحال النتيجه اللي كيتوقعوا لهاد المباراه، توفيق المنتخب المغربي في هاد المقابله، وان شاء الله يجيبوا الكاس ديال افريقيا ان شاء الله. المهم هذا غيكون اول فيديو خارج على الحمام. المهم توفيق المنتخب المغربي، توفيق ان شاء الله، وديما مغرب. المهم تحيه لكاع الاخوان اللي داعميننا في القناه، شكرا لكم بزاف. المهم كنت درت استفتاء وحصل على مرتبه عاليه جدا من التصويت، نعم، وقليل اللي قالوا لا. المهم نتمنى هذوك اللي قالوا لا يعجبهم الفيديو. يلا الاخوان الله يعاون، خليكم على الفيديو، خليكم مع واحد اللقطات ديال الحمام. والله ما عرفتش الا ما كنتش صافي المنتخب الوطني ناميبيا قدام ماشي الله ما عرفتش نقدر نفعك انا في هذا الشيء، ما عنديش معاك ان شاء الله تكون تعادل احسن. شويه نص صداع صافي شويه نص صداع. السلام عليكم، اليوم كنتواجدوا في ملعب تداريب نادي رابطه الوفا، ومعنا الاستاذ محمد المشرف نادي رابطه الوفا، يعطينا الابتسامات ديالو في مباراه المغرب وناميبيا، فتقول لنا التوقعات ديالك. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا كنشكرك على هذه الجزيره الطيبه اللي كتقوم بها، وغادي نكونوا ان شاء الله حنا ايجابيين ونتمنوا الخير للمنتخب المغربي ان شاء الله في الماتش اللي مع ناميبيا. تقدر تقول لنا النتيجه؟ اول مباراه اللي هي اللي غادا تعطينا الوجه الحقيقي ديال المنتخب الوطني، اللي عطانا واحد الوجه مغاير في مباريات الوديه، ولكن هذا ما تيبينش الوجه الحقيقي ديال المنتخب المغربي اللي تيتوفر على اللاعبين تيلعبوا في فرق كبرى، عكس الاعوام الماضيه اللي كانوا عندنا محترفين في الدرجه الثانيه. الانطلاقه ديال المنتخب الوطني، حنا كنتمناو المنتخب الوطني في هذه كاس افريقيا ماشي غير يربح لنا الماتش غير حتى ولا نتمناو حنا اللقب ان شاء الله، فرحنا ويجيبنا اللقب، وحنا متفائلين كثير بهذا المنتخب وهذا الجيل هذا، ونتمناو ان شاء الله تكون جوج زيرو ولا ثلاثة زيرو ان شاء الله. طيب. السلام عليكم، معنا احد اباء اللاعبين الموجودين هنا في الملعب، تقدر تقول لنا الارتصامات ديالك في لقاء ديال المغرب وناميبيا، تعطينا النتيجه. كنتمنى المنتخب ان شاء الله يكون مبادره قويه، ويكون واحد الانسجام، يكون يدخل في المقابلات، يكون الجمهور مساندهم ان شاء الله، وتكون النتيجه، وحنا متعطشين ان شاء الله شي لقب ان شاء الله، وكنتمنى نكون خير. قول لنا النتيجه. النتيجه كنتمنى نربحوا بواحد 3-1. مثلا واحد علاش واحد 3-1؟ واحد لابد ما يكونش غير المنتخب كيلعب على الهجوم، لا تكون شي اصابه ماشي مشكل، ولكن حنا بغينا الهجوم ديالنا ما بقاش يعتمد على الدفاع ان شاء الله. شكرا. معنا اللاعب سفيان، تقدر تقول لنا النتيجه ديال اللقاء ديال غدا المنتخب وناميبيا شحال تعطينا؟ ان شاء الله غيكون ان شاء الله تكون شي مقابله زوينه ان شاء الله. قلنا النتيجه تكون ان شاء الله شي 2-0 ان شاء الله، هما خاصهم يديروا مجهودات عليهم قبل من الماتش دابا، فهمتي دابا خاصهم يكونوا مستعدين لهذا الماتش باش يربحونا. شكرا شكرا. معنا لاعب اخر من مدرسه رابطه الالفه، اسم كريم. محمد امين الخوط، 14 عام، كنشجع فريق المغرب ان شاء الله. تقول لنا النتيجه ان شاء الله شي 4-0 ان شاء الله. ان شاء الله 4-0. شكرا. سير. معنا واحد اللاعب اخر من مدرسة رابطة الألفة، اسم كامل. وليد موطع. تقدر تقول لنا النتيجة ديال غدا ديال مباراة المغرب وناميبيا شحال؟
يا ربي يجيبوا نتيجة مزيانة. شحال تقريبا قول لنا النتيجة؟ المهم يربح. يربح هو المهم. صافي شكرا. شكرا. ونشوفوا وليد آخر. عطيه. شوفوا وليد آخر يقول لنا ثاني كلمة على المنتخب. ديما مغربي ياك؟ اشنو كتقول لنا على ابتسامتك على المقابلة ديال غدا ديال ان شاء الله ديال المنتخب المغربي ضد ناميبيا؟ اكيد المغرب تربح. شحال عطينا النتيجة؟ 3-0. شكرا. هذا هو التكهن ديالك. شكرا شكرا ان شاء الله ان شاء الله. شوفوا وليد اخر. عطيه. كتحمس. تقدر تعطينا النتيجة ديال المنتخب المغربي وناميبيا؟ ان شاء الله غادي نروحو المغرب بعد 3-0. شكرا شكرا شكرا. لو دير بحال هذيك اللي درت معنا لاعب فريق رابطة الولفة. تقدر تقول لنا النتيجة ديال المغرب وناميبيا؟ شحال؟ 2-0. شكرا. أجيت فريق رابطة الولفة. تقدر تقول لنا النتيجة ديال المغرب وناميبيا؟ شحال؟ شحال؟ الفوز لما معنا لاعب اخر من مدرسة نادي رابطة الولفة. اسم كامل ياسين. تقدر تقول لنا ارتسامات ديك في المنتخب المغربي غدا ضد نادي ناميبيا؟ ان شاء الله رابحين ان شاء الله. شحال؟ 3-1. معنا لاعب اخر من مدرسة نادي رابطة الولفة. اسم كامل اشرف زربوار. تقدر تقول لنا ارتسامات ديك حول مباراة غدا ديال المنتخب وناميبيا وتعطينا النتيجة؟ بين رابحين شتي ان شاء الله شي 3-0. شكرا لك. لاعب فريق رابطة الولفة عبد الرحمن. تقدر تقول لنا النتيجة ديال المغرب غدا ضد من؟ ناميبيا. قول لي النتيجة. 2-1 ناميبيا. كنتمنى الفوز 2-1. شكرا عبد الرحمن. شنو تشوف هذا؟ هو معانا هذا اللاعب هو مدرسة رابطة الولفة. تقدر تقول لنا النتيجة ديال المغرب غدا ضد ناميبيا؟ غادي نرفعو 2-1. 2-1. سول شي واحد. سول شي واحد. نتيجة المغرب 3-0. شكرا. الياس. معنا الياس. قلنا نتيجة المغرب. قلنا نتيجة المغرب صافي. 10-0. اش يا وشاد. قلنا نتيجة المغرب. 4-1. صافي. تكون توقعات توقعات. قول لنا نتيجة المغرب غدا. اسمعي 3-0. شكون باقا؟ اجا سكا. باقا سير لي تاعك تزربني. سير لي. قول لنا نتيجة المغرب ناميبيا. 5-0. صافي حي. باقا فلاح. اجا فلاح. سير فلاح ليه؟ يسولك. معنا الدري فلاح. اش غيديروا المغرب بعد غدا؟ شحال غيديروا المغرب غدا؟ شكون اللي غيماركي؟ ناميبيا. شكون اللي غيماركي؟ زياد. هذا هو مول الحمام. هو معك صافي. هو تسمو دير مونتاج. هو لا صالح. معنا صالح. صالح قول لي النتيجة ديال المغرب غدا. 3-0. عبد المالك. عبد المالك دايما مغرب. قلنا نتيجة المغرب غدا. بغينا تكون 6-0. 6 واحد البنية. يلا سير سير. اسم كامل. نشد الوقت انت. اسم ادريس رئيس رابطة الولفة. تقول لنا الله ينعل بيك. نتيجة ديال غدا ان شاء الله. انا متفائل متفائل ان شاء الله. شكرا لك على. معنا احد مؤطرين نادي رابطة الألفة. اسم كامل. زكريا الزياش. تقدر تقول لنا الرأي ديالك في مباراة الغد المغرب وناميبيا؟ تعطينا التوقعات ديالك. عشان نقول لك كنتمنوا الله ان شاء الله. اول حاجة هو انتصار فريق الوطنك كما كينتظر الشعب المغربي كامل. وان شاء الله كنتمنى من أمير رونار يدخل واحد التشكيلة اللي غتكون كتعرف بحكم المسؤولية وعندها واحد كما كنقولوا واحد
النفس كما تنقولوا اللي كان ضربوا على حاجه غيره تبي زياد كما تنقولوا اصلا ضربوا عليه ماشي انا كلاعب كنلعب في بطوله الشباب ديال اوروبا كنخاف على جد مع المنتخب الوطني ما كنلعبش لان كاينين فرق اخرى بحال محمد صلاح بحال لاعبين اجانب اللي كيشاركوا في الانجليز كامل من افريقيا ولكن كيتقاتلوا علاش ما تقاتلناش في بلادنا ما غنتقاتلوش مع فرقنا ضروري حنا نتقاتلوا ان شاء الله ونجيبوا انتصار باش ما كان الانتصار الاول واحد الطوابق الاولاني هي اللي كتعطيك واحد الروح المعنويه للماتشات الاخرين وكما كنقولوا القادم اجمل ان شاء الله المهم ان شاء الله حنا كافي المغاربه كامل نساندوا المنتخب الوطني قلنا النتيجه كنتمنوا ان شاء الله 2-0 انت هو ابن عم اللاعب المغربي حكيم زياش من الام هذا ابن العم ديالو الحمد لله وشرف ليا انايا والعائله ديالنا كامله زياش وكنتمنوا من العائله انا عارف ان العائله ديالنا كامله غتساندوا من البركان حتى لكازا حتى الاكادير حتى القويره ان شاء الله موحد كامل حنايا منتخب وطني ان شاء الله غنساندوا شكرا خص يكون في المتناول ماشي عارف معنا احد مؤطرين فريق رابطه الوفاء الاسم كامل بسم الله الرحمن الرحيم الاسم عز الدين المزاري ملقب مصباح تقدر تقول لنا توقعات ديك مباراه الغد المغرب وزامبيا توقعات كتبان على انه المنتخب يعني غادي يدير اللي في جهده باش انه يربح الماتش الاول لان الماتش الاول هو كيخول لك انك تمشي في بطوله اي بطوله كما كانت كتكون مزيان ولا كان شي نتيجه سلبيه يعني ما كتخليكش تكمل في المستوى اللي انت كتبرمج فيه وكتوجدوا لهذيك البطوله وكنتمنى ان شاء الله يكون غدا نتيجه ايجابيه لصالح المنتخب ونتمنوا شي 2-1 ولا شي نتيجه تكون ترعب ترعب المنتخبات اللي معنا في المجموعه وشكرا وحظ اوفق المنتخب المغربي شكرا الاخ عز الدين نتيجه للمنتخب الوطني غدا ان شاء الله اش كيبان لك فيها منتخب صالح من صالحنا ولا صالح عموم صالحين 3-1 صراحة كلشي كيبشر بالخير رغم إصابة اليوم كان واحد الخبر سيء بلي بلاند غيغيب على المباراة ديال الغد ولكن كاين فجر اللي غيعاودو ان شاء الله يكون تعويض جيد نتمنوا التوفيق للمنتخب مع العلم ان عندنا 5 ماتشات سابقه مع فريق ناميبيا كامله كانت تصب لصالح المنتخب المغربي ان شاء الله تكون بشرات خير بدايه قلنا النتيجه المتوقعه تقريبا نقدر نقول 2-1 بدايه بناميبيا ومن الاول غيمارك والمنتخب غيرجع نتيجه شكرا النتيجه ديال غدا ان شاء الله المنتخب الوطني رابحين ان شاء الله شحال النتيجه؟ النتيجه 2-0 شكرا وزن غنسولك على سؤال واحد السلام عليكم بعجالة على النتيجه ديال المنتخب الوطني قدمي معاك المنتخب المغرب قدمني نفسك معاك معاك عمر احنا من رابطه الولفه فهمتي رابطه الولفه وغنديروا واحد فطاجه صغار على المنتخب الوطني الحصيله ديال النتيجه ديال شحال واش 1-0 ولا 0 قلنا لنا اشي كان تخمين على النتيجه واش نقول المغرب راه معروف اللعابه ديالو المحترفين وداك الشيء القيمه ديالو راه عارفه المنتخب ديال ناميبيا المنتخب المغمور يعني راه باين الورق المغرب هو اللي راه شحال من الورق المغرب غير ولكن ارضيه الملعبين غادي تبين لي احسن من النتيجه شحال كتوقع النتيجه النتيجه ما غاتجاوزش 1-0 عم اسمح لينا غادي نسولك على النتيجه ديال غدا ديال المنتخب الوطني غادي تقول لنا شحال هي غدا
ناميبيا. واش بالضبط نعطيك سالف لا تقدير؟ عطينا التوقعات ديالك. التوقعات ديالك انت 3-0 ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. النتيجه ديال ان شاء الله. المنتخب الوطني الدراري حيد صح. التوقعات ديالك انت انتصار. النتيجه شحال تكون كانت؟ كنعتقد 2-0. كنتمنى تكون 2-0. شكرا. صعب لا لا هو توقعات ديال المنتخب. كاي كاي كاي. شوف كاي. ادوني 150 درهم. واحد الصفر عادي على النتيجه ديال المنتخب الوطني. شحال كتخايل غدا ان شاء الله يفوز المنتخب؟ على التفاؤل ديالنا هو يكون الفوز وصافي. باش نقولوا النتيجه شحال هكا. المهم على التفاؤل ديالنا هو النقص يكون الفوز. اب دير كاع حاجتك النتيجه كاع. نتمنوا تكون غير 2-0 بعدا ان شاء الله. كلشي هو الاول الامنيه ديالنا. ريزولتا دوما ان شاء الله. ماروك انا في ناميبيا كونت لو ماروك. وي شوفوا قدام قدام ديال 2-0 c'est à dire 2 pour le Maroc et 0 pour la Namibie. Toi, de quel pays? Je suis ivoirien, je viens de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oh. Deuxième match contre Maroc Côte d'Ivoire. De travailler et que afin de pouvoir remporter la coupe africaine quoi. C'est tout. Merci beaucoup. Maghreb, Maroc, Maroc. Le Maroc. Le Maroc. Le Maghreb. Le Maghreb. ان شاء الله تعالى غادي يكون انتصار ونتمنى من الله تعالى تكون شي نتيجه مزيانه شي 2-0 ولا 3 وتكون نتائج طيبه ان شاء الله في اللقاءات الاخرى ونوصلوا للفينال باذن الله تعالى ان شاء الله نتمنى من الله خير نتمنى من الله خير شكرا شكرا لكم الله غادي يكون الفوز لصالح المنتخب الوطني ان شاء الله. النتيجه النتيجه ما نقدرش نقول لك النتيجه عاوتاني عرفتي الا كان فهمتي غيكون الفوز ملي ما غاديش نحكرو هذاك المنتخب وغنلعبو معاه فهمتي غنلعبو معاه بطريقه جدي عرفتي علاش باش ما يطيحش لنا بحال المنتخب ديال الايران داكشي اللي حزن بابو كي دارت لمصر مصر مدخله في تيرانا فهمتي والزيار لعيبات وكيدار بلا دونك الا كان فهمتي غادي يعطيو المنتخب حقه ويلعبو معاه بنيه غادي نربحو ان شاء الله كنتمناو والله الفوز ان شاء الله شكرا شكرا المغرب غادي يدي كأس إفريقيا هاد السنة. شنو التوقعات ديال غدا إن شاء الله؟ النتيجة المغرب إلا ما ربحش غدا هاد الشيء اللي قلت لك ما كاين منه والو. إلا ربح غدا غيدي الفينال ديال غيدي كأس إفريقيا إن شاء الله. ما ياخذكش. شكرا. السلام عليكم. على النتيجة ديال المنتخب الوطني ديال شنو توقع ديالك ان شاء الله في كوب دافريك الماتش الاولاني المنتخب الوطني ضد ناميبيا؟ توقع ديالك توقع يكون 1-1 غتكون تعادل تعادل هو التوقع ديالي كان كيقول لي ان رجعونا غادي نهز واحد استراتيجيه تكون دفاعيه اكثر هذا في المقارنه ما بين جوج الماتشات اللي كانوا الساعه الاولانيه الماتش الاول زامبيا والثاني اللي كان انا مع الاول الثاني مع زامبيا كان ماتش شويه قاصح تما كيبان يعني التجربه اللي كانت ديال المنتخب الوطني مع ماتش عزام كيبان لي غادي يلعب واحد استراتيجي واحد التكوين غتكون دفاعي اكثر من هي الهجوميه كيبان لي غيكون تعادل ان شاء الله شكرا لك السلام عليكم اليوم حنا كنتواجدوا بالمجمع الرياضي ديال الألفة ومعنا السي عبد الطيف الملقب بالسمطة مدرب في مدرسة الرابطة لكرة القدم بغينا نسولوا على التكوين في هذه المؤسسة في هذه الرابطة المدرسة وشنو كيبان لي في هذه الوليدات سي كما تتشوفوا حنا كما بدينا مع العام ان شاء الله الدراري غادي يتحسن كلشي الحمد لله راه ولا مزيان تشكروا الناس ديال الملعب اللي مساعديننا بزاف تنتمنى شكر جماعه حي حسيني اللي تما موفرين الظروف كامله هنايا بالنسبه لسي عبد الطيف هاد الوليدات هاد واش كاين شي تحسن واش كاين شنو الفئات اللي عندكم؟ حنا غادي من شنو هما الفئات اول الفئات اللي عندكم؟ عندنا جميع الفئات من المباراعين المهنيين
بي بي بري ميني كل شيء جونيور كادي كادي جونيور مع السينيور عندكم حتى سينيور مزيان وبالنسبه لهاد الوليدات واش كيطلعوا من الفئات من الفئه الفئه ولا تيطلعوا من الفئه الفئه بطبيعه الحال حتى يوصلوا للسينيور كيطلعوا للسينيور الحمد لله تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم الله يبارك وغتقول لنا ان شاء الله شنو تك هناك على المقابله ديال المغرب مع ناميبيا ان شاء الله كما تتشوفوا منتخب مغربي راه في القلب المغرب هذيك بلا من دون النقاش كنتمنوا لكم اليوم نتيجه 3-0 ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله عليكم شكرا.